امي وينك وفوقه؟ اهلين امي، دخلك طمنيني، عم تستفيدي بهالمعهد؟ بجنن، والاساتذه كثير ظروف. ايه الحمد لله. رح اطلع غير ثيابي واجي ساعدك بحط السفره. لا تقبريني، بدي اياكي تروحي معي لعند الجاره، مشغول بالي عليها. شو كان اسمها؟ ايمان. يا حرام، وحدانيه ومريضه. لكن لروح اسكب لها سكبه. ماشي، رح اطلع احط اغراضي. يلا. معقول مالها بالبيت؟ والله انشغل بالي عليها. قلتي لي امبارح مريتي علي وما فتحت؟ ايه. سمعتي امي؟ ايه سمعت شي وقع. شكلها جوا وما بدها تفتح لنا، امشي. ما بدها. ضروري توعي هلا. يا عذرا سامحيني وساعديني، بس ما عم بقدر. ما عم بقدر. هذا كأنه تأخر. لا لا ما تأخر ابنه، هذا وقته. معلمة ما طول بالك، قصة وبدها تخلص. لك أيام شو جابوا عليك مناطق؟ لا إله إلا الله. وهي كملت معي، تعطلت السيارة. الو غسان، ليك احكي مع العمليات، في حد السياره هون. ايه يلا سجل العنوان. يلا. ايه يا جماعه ارجعوا ارجعوا، السياره ممكن تنفجر، ارجعوا. طول بالك، انا جاي العمليات. فيك شيء؟
سيدي؟ ها؟ سيدي؟ شو سيدي؟ يا أخي! يا أخي!